يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بندر وبندرت، رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح العب لعبة تخطيط ومهارة، وانتم بتعرفون ان عندي اصلا هذه المهارة كلها. هذه اللعبة اسمها تابس، وفي كثير جالسين يطلبوها مني. اللعبة بكل اختصار لازم انك انت تضبط جيش عشان يهزم جيش ثاني، وما يحتاج اقول لكم التخطيط والاشياء هذه كلها يعني عندي. اللي يذكر زمن مرة كان اللعبة موجودة، انا قادر اركز وذا هنا خلوا يلفوا بعدين. اللي يذكر انا نزلت زمان مقطع عن هذه اللعبه، بس دحين اتوقع نزلت بشكل متطور اكثر، فما ابغى اطول عليكم. لا تنسونا لايك وخلونا نخطط سويا. طيب نروح طور القصه هذا. اوكي، اولا خلونا في المقدمه نشوف ايش الوضع. دقيقه، هذه مراحل ولا يعلمني؟ هذا شكله يعلمني. اول شيء يا رجل ما انا ما احتاج تعليم، خش على طول في الجلد. هاي شوفوا الجنود فوق الشجر. عندي 3000 ريال لازم اني استغلها مضبوط. هاي ذا ما كانه قال بندريتا. اسمعوا اسمعوا، صح، من اساسيات الحرب يا شباب انه انت تواجه العدو بنفس السلاح يعني. فهذا عنده زي عصا لو تلاحظون، فراح اجيب منه كذا الصفوف الاماميه. اوكي هذا اول شيء، بعدين ندعم الجنود هذول اللي من ورا بالدروع. اوكي لا الدروع يجون قدام اصلا. دقيقة حطهم ذول كذا. اوكي بعدين نحط الدروع قدام. اوكي كذا يحمون. او ماي جاد في فيل يا جماعة، اقدر اشتري فيل بس غالي غالي مرة، مو ذحين خلوا ذحين انا طفراني مو مرة. يعني هذا الاستراتيجية حقي، الدروع يعطيه كذا بعدين هذا اللي ورا يخش يجلده. فخلاص زود ذولي، خلاص خلصت الفلوس. تتوقعون تنجح الخطه ولا لا؟ بسم الله. اوكي ها لا الجيش انقسموا قسمين. اوكي ايوه ها ان شاء الله تنفع. ايوه شوفوا شوفوا الدروع كيف يخش عليه. اوه ماي هاي واحد مع احد. اوه في واحد يخبز خبز معاه حجران. اوه والله ديم يا فريقي ديم. اوه ماي جاد ايش ذا يسوي؟ هذا معاه اشواك. ايوه ايوه يلا يلا باقي خبزه خبزه سوا. اصلي التعاون كفريق. اوح قتل خويه والله هذا قوي مره لازم ننتبه منه. طيب عندنا الجهه الثانيه. اوه ماي جاد اصلي اصلي يلا يلا اصلي. ايوه لا والله قوي ذا مش ينفع. لازم خطة ثانية، راح نستخدم نفس الخطة تقريبا ولكن في فرق بسيط. انه نسوي ذول كذا، بعدين هذول اللي يحمون قدام. اوكي؟ بعدين ورا ناس ترمي الاسهم. ليش؟ لأنه من بعيد اعطيه على طول. ف يلا بسم الله. ان شاء الله هذه المرة تنجح. ايوه شوف كيف يرمون السهام. والله كلهم مس يا شباب. ايوه اصلي اصلي شوف كيف يرمون السهام. لسه لسه ما قرب من يلا ارمي اصلي في مكان. ايوه ايوه خطتي نجحت خطتي نجحت. لا هذا معاه حجر شوفوا يحمي نفسه بالحجر. يلا سريع ارموا. اوه ماي جاد لا لا ايوه اصلي في القلب اعطاه. وهذا يا خطتي نجحت ميشن سكسيز. طيب يلا المرحلة اللي بعدها يا شباب. ايزي وين اول حاجة؟ هنا هذه المرة في المزارع. بما انه في المزارع واضحة، راح نستخدم جيش الفارمر المزارعين، لأنه أنت لازم تستخدم اللي في الملعب نفسه. يعني يقول لك شوفوا لو نلاحظ هنا الخصم مجتمع، أوكي؟ هذا أول شيء. وهنا زابني الناس في ال هذا. وهنا عندنا ناس تستخدم الذي. الموسيقى حلوة صح؟ ما كأنه حق حرب يعني. راح نستخدم نفس الأعداء، هذول اللي معاهم عصا، راح نحطهم هنا ونشكلهم على شكل الاستراتيجية المربعية. وعندنا حاجة ثانية راح نستخدم، عندنا 1700 باقي، راح استخدم هذه مدري ايش ب 1000 حطها هنا. اوه ماي جاد شكلها رهيبة. ذا كدش ولا ايش معه؟ والله كدش اصلي. وباقي لنا 700
راح نستخدم العاديين بس نخليهم كثير مرة. هذه استراتيجية المربع. أوكي خلاص أتوقع إن أنا جاهز. بسم الله يا شباب، بسم الله بسم الله. يلا أوه فشل الجنود حقنا. أوه ماي جاد هاي مات ورب خسارة فيك 1000 ريال يا أوه ماي جاد دام يا الانتحار. لا أتوقع الخطة راح تفشل يا شباب. ولا جنودي إلا جنودي يفوزون صح؟ ماي جاد الخطة مرة فاشلة. خلوا ذين قلع أبو 1000 نستفيد من حاجة ثانية ما منه فائدة. يا جماعة خطتي أنا ترون كان ممتازة، اللي هو أخلي ورا ناس تستخدم هذا يرمي من بعيدة. نفس الخطة راح نستخدم إن شاء الله تنفع، إن شاء الله في المزارع تنفع ذي المرة. بسم الله بسم الله دعواتكم يا شباب. يا عيني يا أخي ذول الانتحاري ينقزون على طول. طيب أيوه اشغلوهم اشغلوهم وذول يرمون. يا سلام يا عيني يا عيني يا الايم يا عيني يا الايم. اوكي اوكي ها لا خبصوا ذول ذحين راح يتقدمون لذولي. لا بليز 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 ايوه او ماي جاد واو ماي جاد. والله ذي المرحله صعبه يا جماعه. جتني خطه النهائيه. اولا راح اشيل ذول ابو كلبين، ذول اشيلهم حطه بداله هذا واحد يرمي حجر. ليش يا بندر يرمي حجر؟ لانه لما يرمي على مجموعه يشيلهم، فاهمين؟ فراح تفيدني مره. وعندي باقي 300 حبه استخدم ذا اللي يجيب كذا اشياء من الارض. فيلا هذه المره راح تنجح باذن الله باذن الله. بسم الله ايوه شوفوا هذا الرجل معصب، الجد هذا واضح انه معصب. يا اصلي كذا نبغى كذا نبغى. لا احمل جد احمل. الجد مات. اي خبزوهم. اصلي 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 يلا يمديكم يمديكم. خساره. راح اجيب ناس قدام هنا هذول اللي ينقزون عليهم ها، وبعدين لما ينقزون ويكونوا مشغولين يجي ذا يطعن كذا. ايوه انقزوا عليهم دحين. ايوه يا سلام يا سلام يلا ايوه ايوه في امل يا شباب في امل. او ماي جاد يا شباب انا اشيل فكره انه واجه المزارع بالمزرعه ما ادري، حط ناس معاهم سيوف خلاهم يخبزوا النوم. يلا انتم تستطيعون، انا متاكد انهم يستطيعون. اصلي اصلي السيوف اصلي. يلا والله شكلهم والله يستطيعون من جد. يلا والله باقي الاثنين. والله لو يقتلونكم والله. بليز واحد باقي واحد. يلا الله. اوكي شباب طلعت استراتيجيتي غلط. لا في ملعبه جيب سلاحك وادعسه. دايما الجمله تحسها تنفع، في ملعبه جيب سلاحك وادعسه. دسلايك يا شباب بدون دسلايكات ارجوكم يعني. خلونا نشوف المرحله اللي بعدها. بس والله طولت مره في دي المرحله. هذه المره في ناس زابنا. شوفوا فين زابنين. اوكي معاهم ايش؟ يعني دحين انا ما اشوفكم ها؟ حبيبي انا ملك التجسس. اولا نقطة الوصل كما هو واضح هذا الجسر، هذا اول شيء. بس هل في احد يقدر يعدي الوادي هذا ام لا؟ اما ما في ولا واحد زابن هنا ولا تأكد بس. اوه شوفوا يا جماعة شوف. لا حسبته هذا انسان يعني. ايش ذا؟ اوه ماي جاد واحد معاه برق كذا و طيب خلونا نشوف ايش يسوون ذولي. شكلهم اقوياء، شوفوا المشية حتى. اوه والله انخبزوا. اي ذا مات ولا طيحوا. والله ما ينفع عليهم البرد. اوح ما ينفع عليهم ايش ذا؟ والله انخبز يا جماعة الخير. بيض بيض ذولي. راح اجيب يا جماعة فيل. اوه ماي جاد. واجيب السيوف ذولي لانهم اللي قتلوا هذه الاشكال اصلا من الاساس. فراح احوط الفيل بالسيوف ايوه كذا عشان يحمونه ها. ومن ورا ناس خفيفه كذا يعني تصيد يعني من ورا. واحد خلو يلا ولا اثنين خلو اثنين يلا. بسم الله بسم الله ان شاء الله الفيل هذا يدعس الماموث اسمه الماموث. ايوه لا دعس الجنود يا جماعه. اوه ماي جاد دعس جنودي يا جماعه. اوه ماي جاد والله ما يتفهم.
اوه ماي جاد، ما قلنا واحد هارب يا جماعه. الحقوه طاح طاح يا جماعه، شفتم والله قوي مره، خلاص هذا الاساس عندي. والله ديم اهنيك. طيب يلا المرحله اللي بعدها. المدينه، يعني لازم اننا هاي ما عندي الا 120 ريال. لا تقول لي العدو زابن في المدينه ولا حاجه يا جماعه، يخوف الموضوع. فين العدو؟ مو هنا يا جماعه، شكل اشوفهم. اوكي ايش ذول اللي اصلا لابسين جاكيت؟ طيب هذا اللي مره ايزي توقع صح، اجيب لهم واحد يسمونه هيد، يعطي هده يا جماعه يخلي الواحد يصدع. اتوقع راح يخبزهم. يلا بسم الله. لا خساره، ليش؟ والله كذبة. هم ماتوا والله، لا عيدها نفسها. دقيقه اكيد في شيء غلط. ايوه موتهم. لا باقي، بس هذا معدقهم، بس اضرب ضربه واحده وخلاص. والله قام، والله قام، اهرب اهرب. ايش ذا؟ يلا خبزوا، اعطيه هد. اقول ضرب زينا. مسكين، شوف فين يوصل له. الو يا جماعه ايش ذا الجلطه؟ والله لا اليوم يفوز ذا ابو راس. تفوز ولا ادعسك؟ يلا فوز. ايش يسوي؟ ورب ذا مات يا جماعه، ابو معذقهم مصدوم. مرة ثانية، آخر مرة، أبغى هيد يقتل كذا. أيوة صح عليك، هذا اللي نبغاه. هو قام على طول، يلا روح أخبز لك الثاني سريعا. أيوة تعال يلا أخبزه، يلا أصلي هذا اللي نبغاه. قوم قوم قوم، أعطيه كف، أعطيه أعطيه أعطيه. يلا يلا بليز بليز مان بليز، أصلي يا الهيد. أنا قلت لكم هذا يفوز يعني يفوز، ما عاد في عندي أنا. رجعنا للمزرعة يا شباب، بس هذه المرة ذولي اوكي كثير منهم مرة. توقع هذه واضحة يا شباب، ما يحتاج لها، واضحة ابلع لك. ها يلا. وحطه ورا الاسهم ذولي من بعيد يعطونهم. ها ويلا يا الفيل اشتغل، يلا اعطيهم اعطيهم، نبغى. يلا يلا يا وحش، يلا الله. والله حشروه، اقول متى. والله قوي، والله قوي، مات، ما يموت ما يموت. ايش القوة ذي؟ ديم اوكي ذحين اختلف. هذه المرة عندي 300 ريال بس يا اخي، والله مشكلة الفلوس قليل. عندنا هنا ناس زابنة معاه سيوف ونيران مدري ايش. لا موسيقى، ذا معاه موسيقى. اهدى يا اللي راح يحاربني بنوتة سي يعني ولا ايه؟ طيب كيف يحارب؟ ونبغى افهم يا جماعة. والله فلوسي قليل ما ادري ايش اسوي. طيب راح نستخدم هذا اللي معه هراوة ما ادري ايش يسمونها. ايوه لا والله نفس الشيء. حسبتها هراوة، طلعت ذا عود يا جماعة. ديم حرب الموسيقى، يلا ها يحاربون بالعود. او ماي جاد ايش راح يسوون؟ ابغى اعرف ايش اللي راح يصير بالضبط. ايوه خش عليه محمد عبدو واحد ناصر. ايش ذا الحين؟ ايش ذا يا جماعه؟ انتحروا انتحروا. او ماي جاد ايش اللي صاير؟ ما ادري مين المغني ناصر، بس كذا جاء ببالي يعني. هذه واضح انها صعبه. اعطوني هذه المره 5000 ريال. يلا عندنا اعداء معاهم دروع، والله هذا ترتيب. هذول اللي راح يدعسوني اللي مجموعه، مشكله كذا، مشكله من جد. لو مجموعه ذا يخبزهم مره سريع، فلازم اني افرقهم ولا اشوف حل. راح نستخدم يا شباب الفايكنج، ايش رايكم عشان نهزمهم؟ اولا راح اجيب مهاجم كذا عنده فاسين، بس راح افرقهم مره عن بعض. ايوه كذا عشان ما يندعسون كمجموعه مره واحده. بعدين نجيب هذه فالكري ما ادري ايش وحده. هذه تطير ديم. اوكي نجيب لك حصان ما ادري ايش. ديم اوكي، ويبقى معانا 1000. ما يحتاج يا شباب، نجيب ناس خفيفه كذا في النص، ترمي اسهم شويه. ها يعني حاجه خفيفه تبقى لنا 600 ريال. 600 ريال خلاص. راح اجيب من الجنب ناس ابو راس كذا، ها يهجمون من لحالهم بس سر يعني. ايوه وهناك مره
ورب استراتيجية رهيب. أبو راس واحد، لا لا خلوا اثنين أقل شيء هنا. استراتيجية جاهزة إن شاء الله تمشي إن شاء الله. يلا أيوة شوفوا الجوانب كيف، والله متعة عشان يتفرقون الجنود. أيوة أيوة بدأ الهجوم من بعيد. أوه ماي جاد إيش اللي صار؟ يا جماعة هذول اللي أقوياء حق اللي معاهم فاس. أوه ماي جاد دام أوكي أصلي أصلي والله شكلي راح أفوز، والله شكلي راح أفوز يا جماعة. أنا مصدق تخطيطي اللي نفع. أيوة اللي معه أوه ماي جاد الفالكري ذي فزت والله. أوه ماي جاد يا التخطيط ايش هالمتعة ذي؟ رجعنا لذي المدينة، سوق امه معاه 100 ريال الحين، وفي الا واحد معاه عصا، استهبل استهبل. انا الصراحة يا شباب اعتبر ان المدينة هذه خلاص راح اسميها مدينة ابو راس، لانه هو اللي نجح فيها من البداية، فنعطيها ابو راس احسن صح؟ لان هي 100 ريال وهو ب 90، 10 خلها، تمام؟ عشان يهجم عليه على طول ويموت على طول، ها؟ لانه هو الا واحد، هذيك المرة اثنين، الحين هذا واحد. يلا بسم الله. أبو راس أنت تستطيع. أعطيه مدينة أبو راس هنا. اللعبة إيزي ولا أنا مخ مرة يعني جالس أحسب كل ريال. هاي إيش ذا يا جماعة؟ شوفوا معاي 3800 ريال وعدوي واحد بس. والله أنا يا شباب إنسان شريف، ما عندي هذه الحركات في الحرب. واحد راح أخلي واحد بس اللي يواجهه، ما راح أكثر واحد بس يعني عشان هو نفس الشيء. شوفوا هذا مع ذا، ذا نفس الشيء. يلا بسم الله روح. هاي طلعوا طلعوا زابنين، والله مو حركة رجال، وربي مو حركة رجال. ها ومن ورا شوفوا جاي. او ماي جاد. طيب طيب انا اوريكم من يتفاهم معاكم. يتفاهم معهم الا واحد بس، ابلع ها كذا نظامكم. طيب لا حد يزعل بس، وجهز هنا هنا جهز عشان ما حد يجي. ها راح اجيب الطيران هذه اللي تطير ثنتين، راح احط هنا اثنين يستقبلون اللي جايين من هذا المكان. اخ واحد ابو راس. يلا بسم الله ها يلا كذا النظام خلاص. اي اوه هذول اللي يطيرون راحوا لذولي. ايوه ايوه الماموث الماموث ايش كيف النظام؟ جالس يخبز يخبز من المجموع اصلي. وربي هذه اللي تطير فخمه فخمه مره وقويه. يلا يلا الماموث انقذها انقذها. يا قتلها صح؟ قتلها قتلها ياب. وباقي هذه الثانية جالسة تدعس اللي هنا. ذا ايش يسوي؟ اه روح حارب زي الناس بس. يلا على بال ما الماموث يجي. يا وربي ايزي اللعبة. يلا هذه آخر مرحلة يا شباب عشانكم ها؟ خلاص اخر مرحله. اتوقع كم لعبنا اصلا؟ هذه المرحله العاشره خلاص، 10 مراحل تكفي. بس هذا شكله تخطيط رهيب ترى. لا لا هذا تخطيط رهيب. خلونا نغير، دائما نجيب فيل فيل، دي المره نجيب ثور. وما في يا جماعه هذه المرحله صعبه، فلوس قليل 1500 بس، يعني حتى ما اقدر اجيب الفيل الحب. لازم هذه مره مره اضبط الفلوس مره. وربي عارفين ما يحتاج لاي تخطيط، جيب لك ثلاثه من ذول اللي يطيرون وربي يدعسوهم دعس صح؟ ادعسوهم دعس، ادعسوهم دعس ما عندي. اصلي اصلي يلا 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 يا رب يا رب تنجح الخطه. والله لو تنجح فانا ذكاء خارق. يلا او ماي جاد او ماي جاد المخ الخارق. اصلي باقي الا واحد. يلا يلا الله باقي مين؟ ايوه ادعسي 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 الله. اوكي شباب اتوقع انه كذا كفايه لعبنا 10 مراحل. في مراحل باقي كثير مره بس اتوقع تبدا تصعب وبعد اقدر اعديها. لان اتذكر في الفيديو اللي قبل وصلت كذا المكان وخلاص ما عاد قدرت اعدي يعني. بس شباب وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم. لا تنسوا تقيموا المقطع تعطوني لايك ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.